السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة توب 7 مينوت. بس نوصلوا هاد النتيجة اللي تشوفوها أمامكم، 10% 10% 0%، والموافقة ديال على ضريبة إيرلندا والضريبة ديال الولايات المتحدة الأمريكية. خاصكم تتبعوا هاد الفيديو، مهم جدا، وطبقوا داكشي بالتفاصيل. في الاول غنبدا بشويه وغادي نعاود الخدمه بالزربه لحقاش المعلومات خاص تعمروهم دغيا باش تقبل، باش ما ترجعش ليكم وتعاودوا الخدمه. حيت الا تعطلتوا راه غادي تقول لكم عاودوا لغايات امنيه، كما سمعتوا لغايات امنيه. ونتمنى انكم تحلوا ودنكم مزيان وما تنسوش لايك واشتراك. ونبداو على بركة الله باش نوصلوا هاد النتيجة اللي كما تشوفوا في الصورة. فندخلوا بلاصة تحقيق الأرباح. أنا الخطوة الأولى فاش تتقبل الشروط ديال 1000 أبوني و 4000 ساعة أو 10 مليون مشاهدة ديال الشورت. المهم ان تتحقق الخطوة الاولى. ترى الخطوة الثانية تتكون قيد المعالجة، تنكون صابنا واحد ايميل ديال ادسنس فيه الادريسة فيه العناوين حقيقية، ماشي ضروري يكون ديالك، يقدر يكون ديال ولدك ولا واحد من عائلتك ما عندوش غرض بيوتيوب. فتتاخذ المعلومات ديالو لان غتستعملي لاكارت. هنا خاصك تعمر المعلومات الضريبية باش نسالو الخطوة الثانية. اول حاجه تنديروها هو تندخلوا الحساب. تندخلوا الحساب بحال هكا، تمشوا لجوجل هنا حيت اغلبيه كاين اللي ما تعرف كيفاش يدخل، تكتبيها بالفرنسي بالعربيه. المهم بديناها بالعربيه صافي. غنديروا اد سنس صافي، تسجيل الدخول هاك وتتبركي على دخول ادسن. وهنا تضغطوا على اعادة تفعيل الحساب. مهم انكم متأكدين داخلين بحساب ادسن. الايميل ديال ادسن اللي صابتوه هو اللي تكونوا داخلين هنا لجوجل كروم. بالنسبه للمربع الاول غادي نعمرو في اخر فيديو غتشوف الطريقه. ها حنا دخلنا الادسن اها، وتنعملوا هيا اداره المعلومات الضريبيه، تنعمروها صافي. تندخلوا اداره المعلومات الضريبيه، خاص يكون هنا مكتوب حسابات الدفعات يوتيوب باش نعمرو المعلومات ونطلقوا. دابا هذه هي الطريقه. خاص هذا هو اللوغو ديال الادسنس ماشي الاخر. غنعطيكم الاخر شنو هو، شحال من واحد تيتلف فيه. انا شخصيا تنتلف فيه شحال من مره في الاول. ها هو كنت ندير هكا وتنمشي لهذا، هذا ماشي هذا ديال التجاره وداكشي، ماشي هو نتاع اليوتيوب ديال اليوتيوب. هو هذا ها هو الشكل ديالو كما تشوفوا، راه باين. ها هو عندو جوج شريطات بحال هكا. انا وريتكم الطريقه الدخله، ودابا غادي نبداو المعلومات الضريبيه. تتوصلوا هذه المرحله ديال ادسن لنبدا بعمليه الاعداد. تدير الدوله المغرب وتقول لك تاكد من البلد، وهذا بحال شي كونطرا. هادي هي الكونترا من الاول غنبداها لكم، هاي طويله. هادو هما كلهم بنود ديال ادسنت، احكام وشروط ادسنت. هادو كلهم خاص تقراهم باش تعرف الدفعات وداكشي كله، حيت كاين الناس اللي هانتوما راه ادسنت هنا ديال 18 عام. هانتوما تلقاو العمر، هانتوما بأنك تقر أنك تبلغ من العمر 18 عام على الأقل لإنشاء حساب واحد. يعني ما ملحقونش ديروا بزاف حسابات، حساب واحد
اذا هنا الى اكتشفوا انك درتي بزاف حسابات راك غادي يوقفوا لك الادسنس في مره، يعني ما كاينش احتمال انك تحاول ترجع صافي. يعني تقرا هذا الشيء كله في عنده علاقه بالنقرات، علاش تحيدوا لك ادسنس؟ ها هما تذكروا لك بانه تحجبوا لك تعديل الدفعات الماليه المستحقه. اي علاش؟ اذا كان شي نشاط غير صالح يتضمن نشاط غير صالح على سبيل المثال، توقفوا الادسنس اولا، الرسائل غير المرغوب فيها، النقرات، مرات الظهور غير الصالحه، طلبات البحث غير الصالحه، تحويلات غير الصالحه، او اي احداث اخرى عن الاعلانات التي يتم انشاؤها بواسطه اي شخص، برنامج روبوت او برنامج الي او جهاز مشابه بما في ذلك، من خلال اي نقرات، مرات ظهور، طلبات تحويلات، اي احداث اخرى تنشئ عن عناوين بروتوكول انترنت اي بي. هادو هما السبب. حتى الا درتي شي حاجه عندها علاقه باحداث لا توافق، واخا سياسيه لا توافق على يوتيوب، تتوقف لك الادسنس. يعني من هنا تقول لك لقد قرات الاتفاقية ووافقوا عليها. والنقرات غير شرعية راكم عارفينها، عندها علاقة بالفي بي ان، تدير اعداد الحساب وتنتظروا. ها هو ادسن معلومات العامل، العامل هو انت صاحب الحساب، وتدير الاسم والعنوان. انا مبغيش نوريكم الاسم والعنوان، وغادي ديروا اشنو هنا السطر، السطر الاول شنو غادي العنوان الاول، والسطر العنوان الثاني الا كنت عندك شي دار اخرى ياك في نفس المدينه. ياك يعني العنوان الاول هو اللي غادي كان عندكم في لاكارت ناسيونال، وهنا الرمز البريدي هو كود بوستال. كل مدينه عندنا حنا في المغرب عندها كود بوستال ديالها، وراه تلقاوها في ورقه ديال الدولمه ولا في البريات اللي تيجيوكم ديال البنك ولا شي حاجه. المدينه ثم رقم الهاتف اختياري، وتنفضل يكون رقم هاتف اللي ما تكونوا في جروبات الواتساب ولا ماشي ديال الخدمه، ولا يكون خاص لانه هو غادي يكون فيه علاقه بالكونت بانكار ديالكم. وفي الاخر تاكدوا من المعلومات تكون صحيحه، ممنوع الخطا، تاكدوا من المعلومات ومن بعد ديروا ارسال. ها هو الاسم، تديروا الاسم كود بوستال تكون هكا، كود بوستال شحال هكا عندك، وتغلطوا في الرقم. الا غلطتوا غادي يولي احمر. كل مدينه عندها كود بوستال، طنجه كلشي، من طنجه للكبيره كل مدينه عندها كود بوستال ديالها. ومن بعد في الاخر تطلبوا منكم رقم الهاتف، يعني خص يطلع لكم الدرابو ديال المغرب، ها رايه المغرب، من مراها تصيفطوا ارسال فوالا. وتتسناو ها ما تعطيكم المعلومات، ما بغيتش نوريكم المعلومات اون ديتاي، انا غادي نوريكم، تتخرج لكم هاد التصويره من الفوق شفتوها هنا البلاصه منين تدخلوا بالفرنسيه جيغي لي زانفورماسيون في السكه، نفس الطريقه كي درنا بالعربيه ها هي بالفرنسيه. ها وريتكم البلاصه وغادي نكملوا بالعربيه. واحد الملاحظه غناكد عليها، وهي ممنوع ديروا جوج ادسنس وقتها، ادسنس واحد فقط، حتى لو حليتي بزاف قنوات ادسنس واحد. الا درتي ادسنس اخر هي مخالفه وتقدر تحبس لك، وما تقدر ما تتوصلش بالارباح ديالك. حاولوا ما امكن تركزوا تكونوا عاقلين، راه واحد النقطه ديما تنوصي عليها، عودوا ديروا مذكرات كتبوا فيها الجيميلات والمدباس وكلشي. ها هو نفس الطريقه غادي نعمروا فورمولير، غومبليغ لو فورمولير. عافاكم المعلومات اللي غادي تكتبوا بالفرنسيه تكون صحيحه بدون اخطاء. بالنسبه للاكارت لادريس ديال العنوان لاكارت الدار ديال هذا تديروها بالفرنسيه، واخا بالعربيه بي الصفحه تكون بالعربيه. من بعد ما تديروا لي مايل غادي ديروا مود باس، ومن بعد ديروا سيفون. ديك الساعه باش تخلو تاكدوا ان ادسنس ديالك هذا، باش تزيد المعلومات اخرين تكتبوهم. يلا تنبركو على بارتيكولير.
باش ندير لكم الترجمه هنايا بالعربيه. نشوف هي ترادكسيون، غادي نختارو العربيه. من الاول دخلوا بالعربيه، انا خدمت بالفرنسي حتى ثالث وتفكرت انه اغلبيه ما غاديش يفهموا هضرتي، اللهم ندخلوا بالعربيه. يعني هذه الطريقه، ما انا عاود من الاول كنت ثالث بالفرنسي، عاود من الاول. اذا تيكون في الفوق، انا ما بغيتش نبين لكم، تيكون فيه ليميل ديال ادسنس ديالكم، تدخلوا ليه وضروري غادي ديروا غادي ديروا مود باس ديالكم. ها انتم تدخلوا الادسنس، ها هو الشكل ديال الادسنس، هو هذا، ها هو تعطيكم هادشي كامل، هاد الخطوات كلهم اللي خصكم ديروا. مهم املاء المعلومات. غادي نمشيو لهنايا، فوالا هاد البلاصه سميتها الدفعات. بالنسبة لإدخال المعلومات نشوفو، نوع الحساب فردي، اسم العنوان، وفيه لادريسة، في وتدير إرسال. هاديك ليطاب الأولى هاهي تولات خضرا، هاهي صافي ساليتها، طلع على شكل موقع إلكتروني. البرنامج الأرضي، موقع إلكتروني ما عندناش، اللي عنده موقع إلكتروني يديرو هنا، هاد دوبلفي دوبلفي هاكا السيت ديالكم هاكا، حنا ما عندناش، غنديرو إلغاء. شنو غادي نمشيو، غادي ندخلو الدفعات، ونديرو معلومات. وكاين اثبات الهويه، اثبات الهويه، هذا اثبات الهويه. قبل ما توصلوا اثبات الهويه، اول حاجه راكم ما تشوفوا ضروري المعلومات الدفع هي الاولى اللي تتعمروا فيها، تختاروا بتاع حساب دفعات يوتيوب، كاين وحده اخرى الى كليكيتي غادي تلقى ادسن، هاد ادسن ديال لي سيت، وهذا لا غادي دير ديال يوتيوب، ديال يوتيوب تعطيك الخلصة، تعرف شحال تخلصتي هاد الشهر. هاكا باقي صفر، هنا غادي نديرو ديال ادسن، هنا تعطينا خصنا إضافة المعلومات الضريبية، هذا هنا من تتكون كتافيتي كملتي 8 درهم. اللي هي 80 دولار. اما هنايا ديال البنكة هكا باقي ما تنوصلوش هاد البنكة حتى تنكملو 10 دولار. اذا هنا اضافة المعلومات الضريبية، حنا باش تنعرفو جانا المسج تنشوفو هاد الزارات، من تندخلو الادسن تيكون هاد الزارات تنعمرو هاد المعلومات. إذا ما من معلومات ضريبية في السجلات، إذا نمشيو ديال تعطيكم اسم الحساب وتكليكو على فردي. بطبيعة الحال غادي ديرو فردي، التالي فردي، من بعد ما عمرنا فردي
غادي يبقى لك هل انت مواطن مقيم؟ اقرب لكم شويه باش تبان لكم مزيان. مقيم في الولايات المتحده؟ نعم ام لا؟ الا جاوبتو نعم راه تطلبت المعلومات، الا كانت ايه لا اذا غنديرو لا، غادي نديرو التالي. التالي تعطونا هاد النموذج بطبيعة الحال تفكروا مزيان، هاد النموذج اللي كنعمرو حنا اللي ساكنين في المغرب، يعني اللي خارج امريكا خاص يعمر هاد النموذج هذا، وغادي نفتحوه. هادي هي كونطرا ديال الناس اللي عايشين خارج الولايات المتحدة، ما ساكنوش في امريكان، هذا هو النموذج ديالنا اللي خصنا نعمرو. انا تنحاول باش تستافدو باش نعطيكم المعلومات باش تجيكم الضريبة ناقصة اللي هي 0.0%. تعرف الضريبة تيديرو الاسم ديالكم، من بعد تعطوكم واش عندك شي نشاط تجاري، شي شركة، واش كاين هنا منطقة ولا البلد. نعم حنا ما عندناش نشاط تجاري بطبيعة الحال، ماشي ما عندناش شركة، إلا كان كنا بيرسونال غادي نقلبو على البلد ديالنا. إذا إلا بغينا البلد نقلبو على المغرب. يلا بالنسبة للتعريف الضريبي، هنا رقم التعريف دافع الضرائب، هو رقم التعريف تطلبه احنا ما عندناش هذا الرقم، هذا ما عندناش. ورقم التعريف الضريبي هذا ديال الولايات المتحدة حتى هو ما عندناش، اذا غادي نمشيو التالي، لان هذا يعني نعم الخطوات راه مندمجة، اختياري حنا مجبرين باش نعمرو هذه البلاصه. راه تنديرو حنا رقم البطاقة الوطنية، ها هي هادي، عاد تندوزو التالي. التالي هو غادي ندخلو العنوان، نديرو اول حاجة غادي نبركو على هاكا عنوان الإقامة الدائم، يعني العنوان اللي غديرو ما تغلطوش فيه، اللي كاين في لاكارت ناسيونال هو اللي غادي ديروه هنا، يلا وغتقيدوه تما أكادير. ها هنا إلا غلطتو في تمانين ألف راه صافي عرفو أنا المدينة اللي فيها خطأ أو الرقم البريدي فيه غلط. هنا غادي ديرو العنوان ديال اللي في لاكارت ناسيونال كيف مكتوبة، مكتوبة بالعربي، من أحسن كتبوها بالفرنسية، ضروري تكتبوها بالفرنسية، رانا درتها بالفرنسية وتقبلات، واخا أنا تشوفو الصفحة كلها بالعربية. العنوان البريدي غادي تقول بأنه مطابق لعنوان الإقامة الدائم، هو نديرو التالي، وغادي ندخلو في المعلومات الإضافية الخطوة الأخرى، معاهدة سميتها معاهدة الضريبية. راهما خطوات متابعين وتتسناو حتى ياخذ داكشي شويه الوقت على حساب الكونيكسيون على حساب يلاه تدخل المعلومات. دابا كما تشوفوا غادي يقولوا لك من دخلنا معهده، فعلا المغرب راه عنده معاهده تنديروا انكم مقيم في البلد التالي اللي هو المغرب، لان المغرب عنده معهده مع الولايات المتحده، وتعطوك ثلاثة اختيارات، واش الخدمات، واش انت عندك عائدات الحقوق الملكية بحال الانتاج التلفزيوني والافلام، ولا دوك بلاي ستور وداكشي. انت حنا غادي نختارو الخدمات، هذه هي الخطوة مهمة مركزو عليها هنا، علاش باش يخرج لينا 0%، 10%، 10%. اول خطوة هي هذه، غادي نديرو هنا نسبة اقتطاع الضريبي هو 0%، المادة 7.1 غتعطوها لك يعني بلاش ما تكتبيها، صافي. إذا 0% هي اللي مهمة، ركزوا معايا
فيها مزيان. هذه هي النقطه المهمه، حيت الا ما درتوش هكا غادي تخرج لكم 30%، وان هذا المالك غادي تبركوا على هذا بس تستافدوا. وثانيا معاهده اخرى ياك، عائدات الحقوق المرتبطه من بعد ما درنا ان المالك المستفيد كذا، غادي نمشيو لهنا عائدات حقوق ملكيه، غادي نمشيو هنا نسبه اقتطاع 10%، الماده راهما اللي تكتبوها لكم ماشي نتوما، تديروا اوكي من موراها تمشيو تعطوك عائدات حقوق الملكيه، تتكليكي عليها حتى هي اخر. يعني كما قلت لكم في الاول درنا 0%، الثاني 10%، ودابا عاوتاني 10%، وغادي نبركو على هنايا اخر من الحاله، وغنديروا التالي. قلتو اضربوا اضربوا، تبعوا هذا الفيديو بشويه بشويه حتى تكملوا الزطاب، لان هادشي كله اللي درنا غادي يولي على شكل كونطرا، وغادي تمشي هاد الكونطرا اليوتيوب. يعني باش يوصلكم الكود خاص تخرج لكم هاي النسبه، المعاهده الضريبيه مع المغرب، ها هما الفقره والماده الاولى شحال فيها 0%، 10%، 10%. الا خليتو هاد 30% كاع الارباح ديالكم تتقطعوا منها واحد النسبه كبيره، اذا في هاد الحاله راه غتضيعوا. هنا تيقول لك يجب اختيار نعم ام لا، يعني هاد البلاصه ما يمكنش نتخطاوها، اشنو خصنا نديرو بالنسبه لهادي؟ قراو مزيان. هل اجرى الفرد المحدد في الفقره التعريف الضريبي اي نشاطات او خدمات لصالح جوجل في الولايات المتحده؟ غادي تقولوا لا، يعني اقر بانه سيتم تنفيذ الخدمات لشركه جوجل او شركه تابعه خارج الولايات المتحده فقط، وان الموقع الفعلي لاي عمل او راس مال بما في ذلك المنشات ادوات المستعمل لتقديم اي خدمه سيكون خارج هكذا. وغادي ديروا التالي. ملي غادي ديروا التالي شوفوا شنو غادي يعطينا هذا التقرير الضريبي. زيد 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 هادشي كله طلعوه، وتدير اوافقوا على اتفاقيه ارسال المستندات بدون استخدام اوراق، يعني نوميريك غادي يبدا يجيكم في ادسنس هيت ما ولا في الايميل. استلام المستندات لا ما ديروش هذه، خليو غير هذه، ديروا التالي. وها هي الكونطرا ديالكم الضريبيه ديالكم، ها هي صحيحه فيها كاع المعلومات، غادي تدخلوا ليها الا بغيتوا تدخلوا تاكدوا ان المعلومات اللي مكتوبين فيها صحيحه. اذا معلومات انا متيقنه من دخلتهم انهم صحيحين، وتديروا التالي. يعني انا اللي تهمني هو هاد 0 و10 و10، المعلومات الضريبيه تكون ناقصه. هذا علاش هادشي كله؟ حيت كاين الناس اللي تيديروا جوج ادسنس 3، راه هنا تتحمل المسؤوليه ديالك، لان انا بحال قلتي تبغي تدعيك فهمتي. ها نتوما شوفوا، لان هنايا خاص الضريبه راه تتقطعها لي في يوتيوب في غضون 33 يوما. الا كان شي حاجه وافق على انني سارسل النموذج في غضون 30 في حال اصبحت اي شهاده من هذا النم بحالتي الا ما قبلاش لك هذا النموذج اللي عمرتي ماشي صحاح، راه غادي تصبر واحد 30 يوم حتى تعاود دير واحد اخر ادسنت اخر الا كانوا معلومات غير صحيحه. هنا غادي نديرو السنه، بطبيعه الحال غنديرو السنه و لادات. انت ندير لادات ديال اليوم 03، انا صباح الغد ليه، وغادا نديرو هاد الفيديو راه معطلان اليوم. هنا هو فلاس 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 فلاس، اين انت يا فلاس؟ صافي غادي هنايا بلاص فونديرو 02، انا نعاود من الاول لان بديت بالكلافي، عاد غنديرو 03 بلاص 02 01 و
هادشي بالعربية مشكل، لأنه خصنا نبدأ بالسنة 2024 01 03. دابا مزيان إذا تحل مقلوبة ياك. أنا واحد مولفة ندير بالفرنسية، راه مشكلة. لا إله اللي قلت لكم، راه بالعربية معانفجة، حيتو ما تعترفوا باللونجلي والفرنسي، اما العربيه تتكون شويه صافي. هكا دابا جات مزيانه، وغادي نديرو انا غادا معكم دقه دقه. اقرر انا هو الملك المستفيد الوارد اسمه في فقره التعبئه. الله شتي، هانت انا قراتها لكم. تقول نعم، ومن تدير نعم تدي الاسم الكامل، هنا تدي الاسم الكامل ديال هاد العدسن. ياك تكتبوا اسمكم بالفرنسية بحجم كبير يعني ماجيسكول، عندك تكتبوا بالعربية ارسال. وكيف ما العادة راه تستناو حتى هادشي تياخد شوية ديال الوقت. هنا غادي نكونو كملنا، ما بقى النقد ما فات. هادشي اللي بغيت شتو، راه حيت تقلت انايا فاش تنصور وتنهضر معاكم ما خرجش ليا هادشي. علاش؟ قال ليا لاسباب امنيه، وحيت تعطلت غادي نعاود كلشي، واضطريت نعاود كلشي بسربيه بسربيه بسربيه. حتى انا تنفضل شوفوا هاد الفيديو، تراجعوه مزيان عاد تحفظوه بعدا عاد بداو تعمروا. انا هاد المعلومات راهي الا تعطلت فيهم راه تتعاود هادشي كامل، اللهم تحفظوهم مزيان. بالنسبه لهنا خصنا نعمرو معلومات الضريبيه ديال ايرلندا، يعني سبقت ديال امريكا هي الاولى، عاد اللي ديال ايرلندا. كاين الناس اللي قنواتهم مفعله باقي ما عمروهاش، يدخلوا بلاصه هذا الدفعات ديال ادسنت وعمرو هنا ويديروا فرد. غديروا هنا لا ما عندناش معاهده ضريبيه مع ايرلندا، هل انت مؤهل لاعفاءات او معدل ضريبيه اقل؟ غادي دير لا ما عندناش. رقم المعرف الضريبي في بلد الضريبه ما عندناش. هل أنت أفضل أدخل معدل الضريبية قبل ما عندني؟ صافي، رقم الضريبي في إقامة في البلد، ما رقم المعرف الضريبي ما عندناه. خليوها خاوية، أنت دير إرسال. أنت نشوفو إلا خرجت لنا مقبول، وراه داكشي اللي درناها مزيان. ها هو خرجت مقبولة، يعني الضريبة ديال ايرلندا سالة. اخيرا كيما تشوفو هادشي، هادي هي النسبة اللي خصها تخرج لكم، 0 10 10%. ياك وبطبيعة الحال خاص يكون هنا حالة مقبول، عاد ديال ايرلندا تا هي تكون حالة مقبولة نتاع ايرلندا، فهمتو؟ وهنا تتكونوا ساليتو المعلومات ديالكم الضريبية. الى اللقاء، وما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك، ونعرفتو هاد التعمير بالعربية شحال كرساتني. يلا نتمنى تكونوا استفدتو، بالتوفيق للجميع. صافي، من تندخلوا الصورة ندخلتها من واتساب، ومن واتساب هذا البيرو وحدتها يتحطات هنا ديال لاكارت ناسيونال. من احسن ما يكون ضرب فيها الشعار، الا قبلوها لك راه مزيان. صافي، فاليداسيون.
بارامتر صافي تنديرو اوكي خرج لنا النتيجة هكا الحالة مقبولة بالتاريخ ديالها هنا الحالة مقبول ديال هاد النموذج نتاع امريكان عقلوا على هاد النموذج هو اللي تنعمرو W8BEN صافي وديك الساعة البلاصة بالنسبة اللي تيبغيو يعرفو شحال جمعو الدفعات تيدخلو هنايا دخلو هنا دفعات هنا نيت ديال بلاصة الضريبة وتتهبط هام دابا حاليا راه 00 وهاد البلاصة هي اللي تنعمرو البنكة امتى غنوصلو هاد المرحلة حتى ندير اثبات الهوية نوصلوا مرحلة إثبات 10 دولار وإثبات الهوية غادي توصلوا الكود ومن الكود عاد البنكة وتنتمنى كل شيء الله يجيب لي التيسير وخير وخمير وما تنساوناش باللايك والاشتراك ونتمنى أنكم فهمتوا هذا الفيديو راه حاولت ما أمكن بغيت ندير لكم ريكوردر بحال سكرين فيديو ولكن قلت اللهم هكا باش نكبر لكم الكتبات بان لكم مزيان يعني.